الحرشة والميلودي ذكرى ذكرى سلكي لمي أحليلو مازلنا مطحنا عصارة ما جينا الجوع عالبيكيني جوعو عالبيكيتي مية ديما في حسبتي ستة ملي في كرتي صاحب تشاكي سترتي صحاب ملهوفة في ضرتي كلب ملهوفة في جرتي نحرق في الورد مليت انت خايل مليت انت خايل حبسي تمايل مش ناسي شنداير طب كحلا عنده واحد لينيرجي في الصوت ديالو كحلا. السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده، معكم فريخ رياكشن في فيديو جديد ورياكشن جديده. شباب والشابات بجوج، باش من نخليوها الدريات والدراري العشران والعشيرات خوت والخواتاتي. المهم التراك ديال كحلا بزاف ديال الشباب اللي بين قالوا لي درنا التراك هذا اللي هو والهادي الارتيست تراك ديال الجيور. يلا نشوفوا التراك هذا، ليتس جو. يلا شباب شوفوا التراك ديال كحلا رابر ليبي ومعاه الهادي الارتيست، تراك سميتو الجيور، خرج تقريبا 2022 يعني دابا تقريبا يكون ليه شي عام بحال هكاك. ولكن قبل ما نضغطوا على بلاي تنزل تعملوا لنا اشتراك الى اول مره تشوف فريخ رياكشن ولايك واعطينا رايك في التعليقات على التراك هذا ديال الجيور. يلا يلا نشوفوا الجيور شنو فيه. تشيك ذا مايك تشيك ذا ساوند تشيك ات اب تشيك ات اب. عطينا بلاي يا استاذ. اي فيديو كليب بلي فحال اخرى هاد كويفيه هو اللي تيدير ادرينالين ياك، هو اللي يدير لهم اخراج. هو اش قولوا لي في التعليقات؟ او دي باروني والناس يقولوا في كلام او واللي صاير بين نحكي مع الايام. ياس نعيش بنيتي حبوني نغلط ندوان يا جبت سلاح نتيري نسكر برشا فان. تونسي تونسي الهادي الارتيست تونسي يا عجبني عجبني الدخله هادي زوين برشا دريل هادي الارتيست اند هاوس كحلا يقولوا في كلام او واللي صاير بين نحكي مع الايام يا يا نعيش بنيتي حبوني نغلط ندوان يا جبت سلاح نتيري نسكر برشا فان. حاسب لي يحسب راك تنصلي ضحى بعد من توشه حبيت نزرع حراقه حراقه ونعوم في الصحراء لبلاطة لبلاطة حبيت نرقحها لبلوم ولا دانا حبيت نفرقعها حبيت نصلحها خي مريض في راسي تنفعش المصحه ضربه اللي تحب شدخله كحلا كحلا حلا عنده واحد الايجو واحد الفلو ما نهضروش عليه تي كيعض في المايك شاولين فلو ديال الشاولين. نعيش بنيتي حبوني نغلط ندوان يا جبت سلاح نتيري نسكر برشا فان. بوب 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 نصلي ضحى متبعد من توشه حبيت نسطحها حراقه ونعوم في الصحراء لبلاطه لبلاطه حبيت نرقعها لبلوم ولا دانا حبيت نفرقعها حبيت نصلحها خي مريض في راسي تنفعش المصحه ضربه اللي تحايل ونحاول نقطعها. عربي جاي في رحلة سلاح في صحراء يا بيضة وكحلة موت وحرة يا جاي في رحلة سلاح في صحراء بيضة وكحلة موت وحرة كوتشي شياخ شياخ حرقة ومروح كبار حوث تلحم الدور وتعدى شياخ شياخ كوتشي شياخ شياخ لبس وما تكلم الدار تعيشوا في كبه اللي صار وتعدى شياخ شياخ طوب هادشي واعر هادشي واعر هادشي واعر هذا الدريل دار عيشوا في كيف اللي صار تعدى شياخ شياخ ديلو ميلودي جاي من نور افريك او كحلا من ليكيب ديلو ميلودي يا ديلو ميلودي جاي من نور افريك كحلا من ليكيب ديلو ميلودي ارجعها
الحشا والميلودي ذكرى ذكرى ستيل كيلين مي احليت ومازلنا مطحنا عصارة ما جينا الجوع عالبيكيني جوعو عالبيكيتي مية ديما في حسبتي ستة ملي في كرتي صاحب تشاكي سترتي صحاب ملهوفة في ضرتي كلاب ملهوفة في جرتي نحرك في الورد مليت انت خايل مليت انت خايل حبسي تمايل مش ناسي شنداير طب طب كحلا عنده واحد لينيرجي في الصوت ديالو كحلا تراو بزاف بزاف مش ناسي شنداير دوخة داير حاير ونقد اللي ساير ونقد اللي ساير كحلا عادي شارع نعيشو بصاير يا نعيشو بصاير واللي حكيتو كليمي عندي فراسي ماما بغيدي نعيش مني ابدع ابدع لهادي الارتيست في الكورس عنده صوت واعر ودوالا جالي بس ريقي وحدي مكمل شتا غير في الله شيري غير مني توفى شي مدايم وش عديت هالليم كان نسيت ليكن واللي دار ودوين وتعيشوا غير الافلام بيتكم في لامن في لامن طوب 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 جود جاب جيون يا سلام انا يا سلام جود جاب جود جاب الدراري كل جاب ترك ناضي طوب كويفيا تقولوا لي كويفيا واش هو اللي كيدير البرنامج اندرينالين طوب ترك واعر شكرا لكم على التراك هذا شو لينا ديروه حنا درناه دابا تراك يا سلام دريل عتي ولي زين تراك عاوتاني هو هذا الكورس اللي كان اللي دار لهادي ولا الكوبل اللي خرج حتى هو اما كحله بلا ما نهضروا على هذاك الفلو ديالو كيبان لك بحال عض في شي حاجه صح تيعض في المايك وتتخزز عليه يحط لك هذاك الفلو بحال هكاك طوب ديال الطوب المهم شباب قول لي كي جاكم التراك ديال الجيور ديال كحله والهادي الارتيست تعليقات ولا عجبك بطبيعه الحال فريخ رياكشن ما تنساش دعمنا بلايك لايكات باش خلي الفيديو يدور شوفوا الناس ليبيا وناس تونس ناس الجزائر ناس مصر ناس سوريا ناس العراق ناس السعوديه كاع العرب يشوفوه بديك اللايك ديالك وشارك في القناه الى اول مره تشوفنا عاودت ياك جد المرات كاين ماشي مشكل هاني خساراش فيكم يلا شوفوكم في فيديو اخر peace and love السلام عليكم.